وللمزيد حول الانتهاكات المستمرة من الميليشيات والقوات الأمنية ضد المتظاهرين وتأكيد الثوار على سلميتهم واستمرارهم في حراكهم حتى إسقاط العملية السياسية، تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد عضوة اللجنة المنظمة للتظاهرات الدكتورة آلاء عبد اللطيف المصطاف. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا دكتورة. إذا تظاهرات حاشدة في ديالى للتأكيد على استمرار الثورة حتى تحقيق مطالبها الوطنية، هل هي استعدادات تقومون بها أو ترون أنها ستكون تهيئة لموجة جديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمتابعيك الكرام. بالنسبة للتظاهرات هي سبق وأن نوهنا من خلال قناتكم الموقرة أنه تظاهرات ما انقطعت ولا يوم من الأيام، وإنما تحولت من شكل إلى آخر بسبب الظروف اللي اجتاحت البلد. بالنسبة لهذه التظاهرات اللي راح نشوف شفناها وراح نشوفها بالمستقبل القريب باجتياح مدن العراق المختلفة، هي عبارة عن تهيئة لما دعينا سبق وأن دعونا له، هي مليونية الصلاة في الذكرى المئوية الأولى لثورة 20 الخالدة. راح تنطلق التظاهرات في جميع انحاء العراق، وخاصه المدن اللي شهدنا فيها استمرار واشتداد التظاهرات بين فتره واخرى. اطلقنا عليها مليونيه الخلاص، ان شاء الله راح يكون الخلاص من الزمره. هل تتوقعون ان تكون دكتوره على شكل موجات تتحرك من محافظة إلى أخرى، أم أن هناك خطة لتحرك جارف للثوار في توقيت محدد؟ والله لحد الآن احنا ما محددين النوع، لأنه تدري واقع الواقع نعم. اللي موجود بالبلد هو اللي يفرض نفسه آنيا علينا وحسب الظروف اللي تستجد في وقتها. هل ستكون تظاهرات في كل من في مكانه، أو مثل ما تفضلت حضرتك في موج عارم؟ وهذا اللي أكثر شيء أتوقعه أني. نعم، اليوم ثوار المثنى صرحوا بأن تظاهرات كبرى ستخرج يوم الأحد المقبل في المحافظة للتأكيد على مطالب الثورة. ما توقعاتك لاستجابة الشارع العراقي لهذه الدعوة؟ نحن متأكدين من استجابة الشارع العراقي. الشارع العراقي حقيقة متهيئ كله، يعني إذا كانت بعض الفئات اللي مترددة بشكل أو بآخر عن المشاركة بهذه الاحتجاجات اللي طورت وأصبحت تظاهرات وأصبحت انتفاضة ومن انتفاضة إلى ثورة، الكل الآن مهيئين وينتظرون الساعة أو اللحظة المناسبة لمشاركتهم. انت تعرف حضرتك والكل يعرفون انه بعد تولي مصطفى الكاظمي لرئاسه الوزراء والوعود اللي اطلقها اللي كانت عباره عن هواء في شبك لا وجود لها ولا تاثير لها، ومنذ اليوم الاول الجماهير العراقيه بينت انه هي لا تصدق اي وعدا من هذه الوعود، واليوم وكما شفنا انه وسمعنا انه رواتب المتقاعدين هذه الفئه المسنه ممن عصروا عمرهم في خدمه الدوله العراقيه واللي يستلمون رواتب تقاعديه بسيطه نتاج خدمتهم للدوله العراقيه، ليس فضلا من احد ولا منا، انها استقطاعات نعم. رواتبهم على طول فتره خدمتهم يستقطعون ما يقارب 10% حسب ما اعلن. لأي سبب ولماذا هذه الفئة بالذات؟ هذه الفئة هي أكثر فئة محتاجة إلى تعرف حضرتك لما يكبر الإنسان بالعمر محتاج إلى طبابة، محتاج إلى وسيلة عيش كريمة ما تعوزها إلى أحد. ليش بلشوا بالمتقاعدين؟ هل لأن المتقاعدين كبار بالعمر لا يستطيعون المشاركة بالاحتجاجات ولسد أفواه الموظفين عن المشاركة؟ كلا وألف كلا، الموظف نعم. جاي على الطريق أولا وأخيرا راح يشمل هذه الاستقطاعات وبالآخر لا يحاولون يدقون هالسبين هذا ما بين الموظف وما بين بقية شرائح المجتمع. الموظف عراقي يشعر بفقدان بلده نعم. حالة من حال، يعني يبدو أن هناك عدم اكتراث بالمشاعر المواطنين أو باحتياجاتهم نهائيا. وبالإضافة نهائيا. نعم، وبالإضافة إلى ذلك هناك انتهاكات تقوم بها الميليشيات والقوات الحكومية باستمرار، وهذا ما دفع معتصمي ساحة الأحرار في كربلاء لإصدار بيان يدينون فيه هذه الانتهاكات ضدهم وضد الثوار بشكل عام. لماذا تتزايد هذه الانتهاكات الحكومية باعتقادكم؟
أخي هاي حرب وجود بالنسبة لهم. الانتهاكات الحكومية يعرفون بشكل جيد وواضح أن الشعب العراقي لم يطيق لهم أي تواجد وأي وجود، فسادهم، استهتارهم، مصادرتهم لمقدرات الدولة، قمعهم للشعب، استخدام شتى أنواع الوسائل لإبادة الشباب المنتفض، يعني هذا بعد الشعب العراقي لم يعد يثق بهم ذرعا، يريد التخلص منهم في أقرب وقت ممكن، فلهذا أنها تمثل لهم حرب الوجود، راح يستخدمون قوتهم في سبيل قمع أي تيار مضاد لهم. احنا بالنسبه لنا من طلعنا لهذه التظاهرات وهذه الثوره حاطين ارواحنا على كفوفنا ونعتبر نعم. دمنا وقود هذا لمسيره هذا البلد. نعم. لا وشفت حضرتك كل انواع الاباده استخدموها بحق الثوار منذ الاول من تشرين ولغايه الان. نعم. كل انواع دكتورة على ذكر هذا الموضوع بيهم. صحيفة ذا ناشونال في تقرير لها قالت أن المحافظات العراقية تشهد ثورة جديدة ضد أحزاب السلطة، هل تعتقدين وأنت المقيمة في العراق ويعني المنظمة للثورة أن الصحيفة بالغت بهذا التقدير أم أن هناك تحضيرات حقيقية أم أن هناك استشراف لمستقبل الأيام والأسابيع القادمة؟ أخي المجتمع الدولي بل بدأ يعي خطورة ما موجود في الوضع العراقي. العراق ليس بالبلد الهين ممكن أن يمر كما مر أحد في طريق ما. العراق بلد له وزنه بالشرق الأوسط، اجتياحه من قبل عصابات ومن قبل فاسدين جعل معبر لكثير من المخاطر اللي تهدد الأمن الإقليمي، سواء ميليشيات، سواء مخدرات، سواء انحدار بالمستوى الأمني. هذا لا يمكن أن يقبل المجتمع الدولي عليه. صوت الثوار بدأ يصل إلى المجتمع الدولي، بدأوا يعون من أحقية مطالب هؤلاء الثوار. لا ننسى أنه سبق بثمانية آيار صحيفة لوفيغيرو الفرنسية كتبت بأحد أعمدتها جاسوس يعتلي هرم السلطة في العراق. أخي الشعب العراقي أو قدر بسلمية مظاهراته أن يوصل صوته إلى كل أنحاء العالم، إلى شكرا. كل أطراف المجتمع الدولي. شكرا لك دكتورة آلاء عبد اللطيف المصطاف، عضوة اللجنة المنظمة للتظاهرات ثورة تشرين.